Nasola view, when you see that, what you are divisive. Senabari Kata, a warrior, Natoini Kazum, Kango Aminio, Natoan and Kotoka, Wamini Wawaniki. Now, so it's our own Yomamini, whatever, Chama Agana, when you are in the Violi Lion, Amuana, or Wayman. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصور لنا الأولاد في رحم من تشاء تكون بهم عنا يا مصور راضية أدلاء للنهج القويم أئمة إلى الدين يهدون الورى والموالية وسلام الله عليكم شكركم الله وبياكم وذكركم الله في من عنده وسلام الله عليكم ورحمته والعفو يا دعاء يا وسيلة الشافي ومجا Sharif Said Mohamed Sheikh Ali Adid Itikud Yawashil Na Sharif Lida Kullu khairin wa ni'mati Sa'altuka ya mawla ya gatham Mu'ajjala sari'an sari'an La yu'akharu lahwati Sa'altuka ya mawla An tarfa'an nada wa tarfa'an La kullu sharrin wa fitnati Hawla al-azim wa qanun وفقنا بحبل الخلق واستنكر جميل علينا والنيال القديمة يا الله وعبك المسكين وذلك إنه متهارب من ربه والخطية يا الله وفرد جيوش العسر عنا وعافنا نحن عفونا قبل هاتك السفيرة إنك مولانا وإنك ربنا وسيدنا في كل حالة يا رب يا رحمن شفع نبينا رسولك فينا وفي كل ذمة يا الله الغوث كل الغوث للخلق رحمة هو المصطفى المختار خير الورى والسامع والماحي يا الله يا رسول الله غوثا ولا تونيش رجلا يا الله يا رسول الله تكفي عن سبو الله يا رسول الله هيا بغادي يا الله يا رسول الله عبدك بالفناء ضعيف فقير جل عليه بعظمتي يا الله يا من جاء الورى ويا غوثهم في دفع كل مصيبتي يا الله يا رسول الله انت لها فرم وقد يمك الراجل من كل جهتي يا اليك الامر في كل ما لها وما قد علانا من بلاء وشدتي يا يا رسول الله نفسي لك الفداء وقد واخذ الرجل من امور عظيمتي يا الله فمن لها نعم الغياث فمن لها وانت من الرحمن اكبر نعمتي يا الله يا رحمه مهله للخلق كلهم وقد عمم الله البلايا برحمتي يا الله به يا ربنا وبصحبه وسائر اهل البيت بيت النبوه يا الله الإمام المرتضى ضيغ من وغى علي الهدى الجادي لكل
امتي وخير نساء العالمين وابنة رسول وام الطاهرين الائمة خير رسول الله صفوات ربنا وخير خلق الله من خير امتي إلهي بزيد العابدين توسلي لتكشف عني غم كل بليتي إلهي توسلنا إليك بباطل العلوم إيمان الدين من غير مريتي de Vadu, Banodirohan. De même, c'est un يا من له عنت الوجوه بما عنت ومن علينا تلك الوسيلة ثبتي يا صلي وسلم كل حين وساعتي على المصطفى المختار خير البرية يا وآل وصحب ما تضرع مذنب وما نال عبد قصده بوسيلتي يا سيدنا حبيبنا شفينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا الحسن والحسين وجميع صحابة رسول الله وذريته أن الله يعلي نجاتهم في الجنة
وبجاههم العظيم أجل من حزبهم ويحشرنا في زمرة إمامين الفاتحة. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل معلوي وذوي الحقوق علينا ووالدينا إن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى أرواح العلماء والصالحين وعلى نية القبول وقضاء كل سؤل ومأمون وصلاح الشؤون ظاهرا وباطنا وعلى نية تيسير كل عسير واللطف فيما جرت به المقادير والفرج العاجل لجميع المسلمين تنوير القلوب مع الدكاء. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.
Shut up.
الآن كلمة الشكر والتوديع مع فضيلة الأستاذ صديق عبد الصمد فليتفضل مشكورا. Abone olmayı unutmayın.
Ya abu wani misavanu nimboshele ni marhaba ikawe marhaba yanu rambunda ni rambuli zonyiso za hanyu rambuli lechengwelinu mbufanya za mstahiki au karika na mbaba hatu manu ramuishi mbaya hatu wangwa mdoho mamfaume basi amba ukaya mruni mwanzo ye kafu mruni mwanzo ye kafu mruni mwengo ye kafu basi hauzisi wa womba yeba nukujaka na akilwa katobza wakabufa habatika na akili ukaya mruni mwanzao wakati ana kilibaze kato onoe mwana mito mekwa tono kabala tono mwana wange na muo ye mruni mwenga o eka hafu eni sana une mwana mito mruja uka mito abo kabalu andu na adui basi ye mahaba ya hanyu na fundi wanyu ni baadhi au kasema fundi watu tawa nubani shane mafundiwa nefundi wanu mbaba hanu Sheikh Abu Bakr ibn Saleh ne mwana nyasi Ahmad Abdul Sayyid Sheria ne tengwe lilla ho wangu wao haukali wastahiki houla hafuhunu kizoni ya njema zinu insha Allah Mwenyezi Mungu awasilisha kaje kama zitafauti abengenyi ti wangu mwaka uko shuruwa marahaba haku haukanyi wangu mwaswale ya dhuhuri niyadu huli yofarwi abenge humru tafraha ama na yesilamu humru jibwanizo wana ya soto kunti amonizo iso wajibu ya zifanye abenge zimstahiki iyo lebabira jusiwa kartene lahu wajahu rambi walitekeleze mahali haukawwa babahe mwana woi no wajomba he mwana woi wende bazima wende wa uzisa eba hanu mahali woi yewe yimru hindi mahali woi yintirongo wanuwa yanzao haukafu dihahimiba lava sayinu haka wamba ukamasikini mwana mshe kajatu wale fungula hahi hauka mwana mshe kabla hakaimisha huli haku mtuume sore watu Allahi alayhi wa salamu hizo barakaza ya Qur'an mwana mshe hazi wa haku mwana mshe hatu kuzi wa haku mwana mshe ajaji sisipaneli basile mdia sujaani wa sura waka amedi ya uli mnyezi mkwe angauka na mwanika uangu wa shewanu hidaya inu mnyezi mkwe ya falu kishamari woye nene na mwanike yese feniri ya hao abenge manu mahali woye hini uku mnyezi mkwe hatu shita mana mwana mshe ne mana uku ikake jalawa yu athabu hunduniani yu athabu maudu sokia ma mahali woye abenge mbabahe mwana woye akusudia utekeleze maharinu ya basa maharinu mbebili na pauni kumena nradavu au kaya emana hizo mbebili hizo na mungaso harimu ya milahi yonzi kususwa nilo bafulinu ni mahari ya suluga na nerusha minu yohanzo kake kana baraka jarito jojo kufanya pauni shiku wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Abasa gato karibisa mzee wa hatu amanara dua oka hatsibanu heada na mila yaje yarongoze litengo jitukufu linu kuhusu ya shughuli yenu mzee wa hatu Ibrahim Bakar watukufu kwezi assalamu alaikum baada ya salamu ngamjo tafadhali almufti jumhuria ukurubie hununlio haukamande wakili Muhammad Abdul na Ibrahim Ahmad haukanje mazamundu buna abu bumba bana mtatenga mtu kukurubie ranzi mje mwishe zeno mwondo kwa haba mjini iwe mke karibu na karibu bumba baba wakili kwezi ukwe maharikolo na wakili na uoshele yao kwezi sainu kwezi watu kufu kwezi wakati unu amade eli msijua wo kama futiwa yifanya da haku abonge kaja dorwa resha ya shani kwa gazija uko walima wa ikao yeye msi
wa yuwenge mbaye ende kuruhama danawa parasha.